هناك رأي للشنقيطي رحمه الله قال إن خبر الآحاد ينظر إليه من جهتين، من جهة النقل ومن جهة العمل به. فأما من جهة النقل فإنه ظني، يعني ليس بقطعي، لأن الرواة قد يخطئون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق المتخاصمين كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي على نحو ما أسمع. ولذا قد تكون هذه الشهادة فيها شيء من الكذب. وأما من جهة العمل بخبر الآحاد فإنه قطعي، يقول رحمه الله فإنه قطعي. ومن ثم فإن القصاص إذا ثبت بشهادة عدلين يكون العمل بتنفيذ القصاص قطعي، لأننا نعمل به بمقتضى الشرع. وأما من جهة ما أخبر به الشهود يكون ظنيا، لأن هؤلاء الشهود قد يخطئون فهم عرضة للخطأ.